مسلسل نور والكوكب السعيد، مغامرات بياخدها أربع أبطال للدفاع عن عالمنا. ما شفتش كائن من كوكب السعادة؟ أنت بتهزر مش كده؟ اسمي فرح من كوكب السعادة. ده كوكب الأرض بعد 200 سنة مغلف بالطاقة السلبية، وأنا جيت عشان أشوف أقدر أمنع ده إزاي. يا ترى إيه أكتر حاجة بتسبب طاقة سلبية؟ حاجات كتير، زي الحروب، التلوث، إزالة الغابات، الصيد الجائر. خطر كبير بيقرب ومحتاجين كل مساعدة ممكنة. بيوتنا كمان هتتهرك، والأرض اللي بنزرعها هتتحول لصحراء بعد ما الغابة هتختفي. كتير من المشاكل بتهدد كوكبنا وبتسبب الحزن لأطفال العالم. كان لازم نتدخل بسرعة ونستغل كل إمكانياتنا. إيه اللي ممكن يعمله أربع أبطال في مواجهة أخطار كتيرة؟ أنا شايف نتحرك على طول. صور الأقمار الصناعية بتوضح بداية حريق في غابة كبيرة، لكن من وسط الدخان بيظهر شعاع نور. حاولوا تيجوا بسرعة. لو فاكرين إنكم هتستجوبوني تبقوا غلطانين. أنا هنفذ تهديدي. الإرهابيين طلعوا فجأة وضربوا نار بكل محل. الناس هدول بيجيلهم دعم من دول كتيرة تتمنى تشوف بلادنا خراب. وفقاً لهزبق الكل بفوز بالمركز الأول. مين مستعد يجي معايا؟ أنا وأنا وأنا يلا. اليوم قرأت عليكم تفسير آية من آيات القرآن الكريم، وغداً إن شاء الله أقرأ عليكم تفسير آية أخرى. ممتاز، هكذا نتعلم التفسير من مصدر موثوق به ونعلم الآخرين أيضاً بطريقة سهلة في حلقات قصيرة. هكذا يقول القرآن كل يوم 3:05 بتوقيت السعودية. أحلى رمضان على أحلى عالم MBC3. لوليتا، إيه اللي منزلك تحت؟ فاكرية تيتا حلم الجايزة؟ اتكرر تاني. الهزيمة مش معناها الفشل، ده معناها انك سعيتي وحاولتي وربنا ما وفقكيش. انت ازاي تدخل اوضتي من غير ما تخبط؟ بس احلى حتة فيه لما مامته زعقت له علشان النيش. ما ينفعش حد يتكلم او ياخد قرار وهو غضبان. ما انت عارف اني ما بعرفش اكده. عاوز اسحب ملف جميلة من المدرسة. عايزاكي في موضوع مهم. انت عارفة ان نورة اتهمتني انا في الفيديو ده؟ اللي نشر الفيديو ده قاصد يحبطها، فاوعي تخليه يوصل للي هو عايزه. لو في حد هيمشيك من المدرسه دي هيكون انا. انا ليه بيحصل معايا كده؟ عندي خطه ممكن تكسبنا ملايين. انت جبت الشر ده كله منين؟ الموضوع اكبر من كده بكتير. معقوله اعمل تيك توك ازاي واصور ازاي وجمهوري ومتابعيني؟ السهر على التليفون هو اللي بيجيب الاحلام الغريبه. صاحبك ده انت واثق فيه؟ ده معتز داتا. لو خلصت طبق الكوسه مع الرز كله تليفونك هيرجع. على فكره بقى دي كانت كلها افكار نوره. انا كنت استنيت اعتذر لك في البيت وخلاص. حاسه كده انهم هيعرضوا عليا مسلسل في رمضان. ربنا فرض علينا أوقات لازم نصلي فيها، وهم الخمس صلوات المفروضة. عنده أربع رجلين ومع كده ما يقدرش يمشي ولا يجري ولا ينط. إيه رأيك تعمل تطبيق للموبايل يعرفه هو وكل اللي في سنه فضل الصلاة في المسجد؟ اسمي صريح، يعني ده معناه اننا هنختفي للابد. ما تمسكش حاجه يا سيف. واضح ان انا كده ما عنديش اختيارات كتير ولازم امشي معاكم في المغامره دي كلها. لو عجبتك ترشيحات النهارده اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.